استغلال شهر رمضان لرفع أسعار المواد الأساسية ظاهرة تتكرر كل موسم، دفعت بالمراقبين للسوق إلى الدعوة لإيجاد حل جذري لها. نعم، ظاهرة زيادة وارتفاع الأسعار قبل شهر رمضان هي أصبحت ظاهرة عادية وللأسف متكررة. وضع أسعار مرجعية وتسقيف هامش الربح والرقابة الصارمة للسوق بإشراك كافة الفاعلين، خطوات ترى فيها منظمة حماية المستهلك ضرورة قصوى لوقف الظاهرة. ما نقترحه كمنظمة كحل جذري هو وضع الأسعار المرجعية التي يتم مراجعتها كل أسبوع ولما لا من خلال تدخل جميع الشركاء فلاحين تجار مستهلكين. دعوات أخرى يرفعها الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين لمواصلة الإجراءات الردعية وضرب معاقل المضاربين بقوت الجزائريين. وكذلك فيه ارتفاع للكثير من المواد بسبب غلق الاستيراد وكذلك قلة الانتاج، بالإضافة إلى أنه فيه اختفاء بعض المواد من السوق مثل السميد والحليب والزيت في بعض الولايات، وهذا بسبب اشتعال الندرة والأزمات المفتعلة من طرف العصابات التي تسعى دائما إلى خلق الندرة للمضاربة بالأسعار ورفع الأسعار، وبالتالي أصبح جد ضروري مواصلة العمل بقانون المضاربة وكذلك تسقيف هوامش الربح ووضع أسعار مرجعية في حالة وجود ارتفاع غير مبرر للأسعار. إشراك كافة الفاعلين والرقابة الصارمة ومواصلة العمل بقانون المضاربة ضروريات لضبط السوق وأخلقة العمل التجاري.